فرقت اخوات ياما وقعت شنبات ياما كبرت فعيان ياما صغرت بشوات واحنا في زمن مادي وكله دام الجيب خلاص مليان كده خلصت الحسابات يا ما قلبت اوجاع يا ما غيرت اوضاع يا ما رخصت غاليين يا ما بينت انواع يا ما فتحت ابواب يا ما قفلت ابواب يا ما خربت في بيوت يا ما طمعت بياع اللي شريكوا وتبقوا منظر عرفان من كتر ما تحط علينا جربنا حظنا بيدينا ادينا بالهم رضينا والهم دايما مش راضي قولي كلام حلو عايزه احس احساس حلو كده عايزه اخرج من كل الضغوط اللي انا فيها ده انا هريكي كلام حلو اخليكي تصحي وتنامي على كلام حلو هقول لك ليه انا جبته بصراحه انا ما اعرفش انا جبته ليه بس اول ما شفته كده حبيته قوي وقلت ان انا مش هعرف اشوفه غير على ايد ريم بالظبط اي حد تاني لا عقلي راح سالني اشمعنى ريم يعني ما اي حد تاني راح قلبي على طول داخل قال لا هو ايه دريم بس اللي تلبس الخاتم الحلو ده حلو بس برضه ما قلتليش الاجابه انا مش عارف الاجابه صراحه انا عايز اعمل زيك كده ما افكرش في اي حاجه اوكي بس انا ما اعرفش اي حاجه عنك غير اسمك وبس غريبه صراحه اصل انا كنت هقول لك نفس الكلام ده طب قولي اي حاجه اي حاجه عن نفسك عرفني عن نفسك قول اي كلام وليه ليه الناس اللي في بينهم كده علاقات بتبقى مش محتاجين يتكلموا ولا يحكوا حاجه عن بعض كفايه عينيهم بس تبص لبعض يفهموا كل حاجه صح ولا غلط على فكره انا اكلتك وكلفت اكل جامد جدا فهنحبس بالشاي بقى وجايب معايا نعناع كمان بص عامل ازاي بحس ان هو
هو كده لا بيضحكي على النعناع؟ لا لا لازم النعناع قبل الشاي. اوكي. ايوه بيغرق جيبه جوه كده. بيغرق. ايوه. اشربي كده بقى قولي لي رايك. ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة. حلو حلو صراحة، الحاجة الحلوة تعالى لها حلوة، صراحة حلو. اتفضلي يا باشا. ميرسي. اتفضلي. والله بتكلم معاها. وهي عارفة بتعمل إيه بقى؟ لا 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 لا. شوف. أنا بقول لك الكلام ده لمصلحتك أنت مش لمصلحتي أنا. اهدي. لا يا محرم عيب. يعني إيه ريم تقعد كل ده بره بيتك؟ لا وكمان لوحدها يعيب الشوم. والله اتكلمت معاها كتير. وبعدين ما تنسيش إحنا عشنا بره مصر سنين طويلة قوي. خلاص يا محرم اللي أنت عشته وشفته بره ده تنساه خالص. انت دلوك عايش في بلدنا، يعني ترجع محرم بتاع زمان اللي عارف عاداتنا وتجاليدنا واصولنا. ده الناس تاكل وشنا يا راجل، يقولوا علينا ايه؟ وكمان يعني ريم لازم أن تعرف ان البيت ده فيه رجاله تحكمه، عايزه تطلع تدخل حتى تنام لازم أن تاخد الاذن منك انت وحسن. امال ايه؟ انتوا الرجاله هنا، لكن كده ما نعرفش عنها حاجه. واصل هي فين ولا قاعده مع مين ولا بتعمل ايه؟ لا 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 عيب. ده انت العمده والناس مسميه البيت ده البيت الكبير. بصراحه ما قدرتش اشيل عيني من عليكي. لا بقول لك ايه، انا ماليش في السكه العوجه دي خالص. اه ومين قال ان انا عاوزها عوجه؟ لا 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 لا، ده انا عاوزها عدله وعدله تمام يعني. يعني ايه؟ يعني ايه؟ قولي انت عاوزه ايه؟ ما تنساش يعني ان انا من البيت الكبير. جرايست نعيمه وانا قليل ولا ايه؟ انا البدري ها؟ وعارف الدنيا وما فيها. يعني تقصد ايه؟ قصدي يعني قولي اه وهتشوفي هعمل لك ايه؟ كمان عشانك يا استفندي. سلامتك من الأمية بيضة، خرب بيت ابوكي ينيلك بست النيله، بتهببي ايه هنا يا نعيمه؟ وانتي مالك انت؟ ثم انتي ايه اللي جايبك هنا؟ من اللي على جنابك؟ انا من الاول شاكه فيكي وفي نعوميتك وفي طريقتك، قلت لنفسي يا كريمه البت دي مش مظبوطه، لازم تمشي وراها وتراقبيها، وادينا اهو مشيت وراكي وشفت القعده اللي قولي اه قولي اه، ما تقولي اه وخلصينا. لا والنبي دخل علي أنا الكلام ده جاي ترقبيني. عارفة يا بت والله العظيم تلاتة، يا خسرتك يا خسرت الجسم اللي زي الملبن ده والوش اللي زي القشطة ده والرقبة اللي زي الجمار لما يحشوها. جاك حش رقبتك على وسطك يا بعيدة، ما تتنيلي تنطقي. ايه اللي جايبك هنا؟ شوف البجاحة يا أختي، عينك كده بكحة ويندب فيها رصاصة. في ايه؟ ايه اللي بتهببيه هنا يا نعيمه؟ قلت لك يا بنت انا جايه اراقبك يا هاشكه. لا والنبي، ده انا هخلي فضحتك بجلاجل وهقول لهم كلهم. بقول لك ايه؟ لا هيمس نعيمه ولا يدوس لها على طرف، هكسف عمره. اشمعنى يعني؟ نعيمه تخصني. تخصك يعني ايه؟ يعني هنتجوز. يا اخويا الف بركه. مبروك. كده برضو ما قلتليش ليا نعناع، اديتنيش خبر ليه يا اختي؟ كنت رفعت سماعه التليفون للست نجوى فؤاد، كانت جات لك هزت لها هزتين وقالت لك اتمختاري يا حلوه يا بيضه. بقول لك يا معلم عايزاك في كلمتين، لا مؤاخذه يا حلوه، لا مؤاخذه يا هشكه، لا مؤاخذه يا اختي. أمري. يعني يا اخويا خدت الفلوس؟ ولا حس ولا خبر. بقول لك ايه؟ الشغل ده شغل كبير، عايز تقل مش عايز اي كلام. ها كلها يومين ثلاثه وهتبدا الدنيا تبان. طب
طب مش كنت تقول كده من بدري؟ كنت انا قلت لمروان وجينا بشله المعلم كده عملنا لكم قعده حلوه. حاضر ماشي. ما قلتش يا اختي انت جايه هنا تعملي ايه؟ جايه راقبك يا هشكه. ايه مش شايفاني ولا عامله روحك مش شايفاني؟ لا انا ما شفتكيش خالص صدقيني. مش مصدقاكي طبعا. مبروك. مروان طول عمره نفسه يجيب وان، تلقيه الفرحه ومش سيعان. لو طال يجيب لك نجمه من السما هيجيبها لك. عمل ايه لما شاف العيل؟ فرح ولا بكى ولا قعد يتنطط زي اللي جات له لوسه؟ ايه خايف عليه مني ولا خايف احسده؟ حكم هما النسوانك دي، الواحده لما ربنا يكرمها تلقيها تحاجة على عيلها وتخاف عليه من الهوا الطاير. أنا لو خفت عليه من الناس كلها مش هخاف عليه منك أنتي بالذات. كدابة قوي زي كل اللي في العيلة. أنا عاوزة أقول لك على حاجة يمكن تكوني ما واخداش بالك منها. قولي. أنتي آخر واحدة كنت أفكر إنها ممكن تعمل اللي عملتيه. آخر واحدة كنت أفكر إن عينها من مروان. انتي لحد دلوقتي فاهمه غلط. ده انا كنت باجي احكي لك كل اللي بيني وبينه، كنت بفضفض معاكي الهم والغم اللي انا فيه، كنت بحكي لك كاني بحكي لروحي. انا عارفه كويس قوي وحاسه باللي جواكي، بس في حاجه انا عايزه اقول لك عليها. قولي وهسمعك. ما انا بسمع الناس كلها. جات عليك يا زينب يا بنت كريمة. أنا حبيت مروان. مش هينفع أكدب عليكي وأقولك إني ما حبيتهوش عشان أنا عارفة إن أنت مش هتصدقيني. في حاجة تانية، أنا ما خدتوش منك يا نادية ولا خربت عليكي حياتك. أنت اللي ما عرفتيش تحافظي على حياتك. حلو الكلام ده بيريح. ما هو الواحد كده لما يخرب حياة غيره بيدور على أي مبرر عشان يرتاح ويعرف ينام. ده مش مبرر يا نادية، دي الحقيقة. جوازي من مروان مش هو اللي خرب لك حياتك، وانتي عارفة كده كويس. الكلام ده أنا بقوله لك دلوقتي عشان أنا عايزاكي تشوفي الحقيقة واضحة. وبعيداً بقى عن كل اللي بيحصل ده، أنا مش هرجع البيت الكبير تاني. أنا مش هرجع البيت ده غير لما يبقى بيت بيلب الناس مش يفرقهم. وفي الآخر أنا خلاص ما بقتش عايزة حاجة من الدنيا. أنا كل اللي أنا عايزاه إن أنا أربي ابني، بس عايزة أربيه بالشكل اللي أنا أبقى راضية عنه. إحساس حلو مش كده؟ صدقي شبه مروان بس عينه زي عينك. ايه هو انت خايفه عليه مني؟ لا انا بس عايزه اشوفه ولا يكون جعان ولا حاجه. بتعرف ازاي؟ بتحسي بيه مش كده؟ انا مره سمعت زمان إن العيل بيعرف صوت أمه إن هو في بطنه. هو ده صح؟ بيقولوا الست لما تحب جوزها قوي العيل بيطلع شبهه.
اقول لك على حاجه، رغم كل اللي حصل ده عمري ما كرهت مروان ولا هكره. اسم الله عليك. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك. ايه مالك؟ ها؟ لا مفيش حاجة. احضر لك لقمة على بال ما تغير هدومك وبعدين بقول لك. لا 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 لا، مش عايز واكل. أنا عايز أقول لك علي ناوي عليه. خير، ناوي على إيه؟ أنا هدي زينب حقها فرس أبوها. اللي انت قلته لي بره ده صحيح؟ ايوه. زينب اللي قالت لك؟ ما قالتليش حاجة. الله، امال ايه اللي حاصل؟ انا هعمل كده. طب وعمتك فوزية؟ مالها فوزية؟ هتوافق على اللي انت هتعمله؟ ايه، مش معنى ان انا اقول حاجة ما تستمعش. انا لسه كل حاجة في يدي. الله يكرمك ويرضيك. طب وريتال وشاهد هتعمل معاهم ايه؟ بعدين. اللي انا بقصد بعدين. ماشي، اللي تشوفه صح اعمله. مالك شكلك اتغير؟ عايز اقولي حاجه تاني؟ بس والله ما انا عارفه اقولها ازاي واقول ايه. قولي. نعيمه مالها؟ شفتها في الجبل مع بدري لوحدهم. انت بتقولي ايه؟ اللي انا بقوله لك ده حصل، بس هو راجل جدع. قال لها اسمعي يا نعيمه، انا مش هقدر اعمل اي حاجه غير لما اخد راي مروان بيه راجلك. قالت له نعم يا روح امك، راجلي ده ايه؟ انا صوتي من دماغي، انا مفيش رجاله تحكمني. قبلتي في يا بنت فزعتيني. بقول لك ايه، مصيبه مصيبه وحلت علينا. مصيبه ايه؟ انا سمعت كريمه بتقول لمروان ان هي شافتك وانت رايحه عند بدر الجبل، وبتقول ان انت ماشيه معاه ومروان شكله شايط. يا دي النيل، يا دي المصيبه. طب تعالي يا بنت نشوف في ايه. بعدي عني، هات كده. هو انا بقول لك عشان والله العظيم بقتلك يا مروان. بعدي تعالي تعالي تعالي. فين يا ست الستات؟ خلصت بهايمك عشان يسمعونا احنا بنقول ايه؟ هشرب من دمك. لا يا مروان، ما توديش روحك في داهيه. تشرب من دم مين؟ قبل ما دمك يفور عليا اسالها هي بينها وبينه ايه؟ وايه اللي كان موديها عنده؟ انا زيها، لو هي عادي تروح عنده انا كمان عادي اروح عنده، ولو عايز تقتلني اقتلها هي كمان. يقتل مين يا بنت؟ وانت بتقارني نفسك بيا؟ انت ماشيك من قلب 60 نيله، انا كنت ماشيه وراكي عشان اعرف انت بتعملي ايه؟ ايوه انت عايزه تجيب لنا العار زي غيرك. بس هيطلع عليها نهار. انتوا بنتوا فزاتة، عايزين تستنوا سكاكينكوا عليا؟ اطلعي فوق يا نعيمة. بنت سامية اوعي اوعي. اطلعي فوق. بعدي يا ابنتي، بعدي بعدي. انت عايزه ايه يا فوزيه؟ عايزه ايه؟ البت دي ماشيه منيل ب60 نيله، لا ليها ظابط ولا رابط، ولا كنت ماشيه وراها ليه؟ هتجيب لنا الفضيحه يا اختي، هتجيب لنا الفضيحه زي غيرها يا مروان. سيبيني يا عمتي. استنى يا مروان. لا يا كريمه، البت دي غريبه عن البلد، ما حدش بيسال فيها ولا حد بيعرف امتى بتطلع وامتى بترجع، حتى البت اللي جراها وراها كيف المكتوره دي هي كمان هعرف اتصرف معاها. هتعملي ايه يا فوزيه؟ في دماغك ايه؟ ندفنها بالحياة يا مروان عشان تعرف إن الله حق. حتى البت اللي معاها دي مش هتقدر تفتح خشمها بعد ما تشوف وتعرف إيه اللي جرى لستها. كلام فوزية صح، ندفنها بالحياة
ندفنها بالحياة يا مروان. هات السكينة دي يا حبيبي بقى، هات هات. اسم الله عليك. الزفت ده ما بيردش. ابعتي له مسج. يا بدري يا بدري الحقني، هيموتوني يا بدري الحقني، انا مش عارفه اعمل ايه. هعمل ايه يا بت؟ ربنا يستر. اروح فين واجي منين؟ اقتلها يا مروان. عايزه تجوزي سامية المحروس؟ عايزه ايه يا هاشكا؟ ها يعني عناعة؟ ها لو حد فيكم قرب مني انا هصوت والم عليكم البلد بحالة. انت مش كنت جايه هنا عايزه حقك يا نعيمه؟ هندي لك حقك يا حبيبتي تالت ومتلت وبزياده كمان. اوعي. فين رجال؟ اوعي سيبيني في مجنيه. عارفين المجابر بتاعتنا؟ افتحوها. يا تعالي 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 يا مربرب انتي. تعالي يا كريمة. انا ما عملتش حاجة، انا ما عملتش ذنب في حاجة. كنت عايزة تتجوزي محروس يا بت؟ محروس مين؟ خالص لا 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 خالص. بت اقف انتباه. ستك نعيمة راحت فين؟ سافرت ومش راجعة تاني. وإيه كمان؟ ما أنا هطلع ألم هدومي، محدش هيشوف وشي تاني. إيه؟ تلم إيه روح أمك؟ أنت مش هتطلعي من البلد هنا إلا وأنت ميتة، سامعة ولا لأ؟ أنت مش هتطلعي من البلد دي غير وأنت ميتة، سامعاها هي؟ سامعة. كريمة عيني سيبي لي أنا الطالعة دي. اتغزي يا حبيبي. يا ستي كريمة البت دي سيبيني وبينها طار جاي. اتغزي. محروس يا بت. يا هو اللي كان عايز. بترقصوا لي يا بنت؟ بتتحسبي وترقصي الجزعة دي هتموتك. يا مروان اقفل. يا مروان الهادي يا مروان. يلا رجالة اردب. الإجراءات لازم تخلص النهاردة يا متر. إن شاء الله كل الإجراءات هتخلص النهاردة، ولو حابب أروح لزينب هاني من مصر أخلص معاها مفيش مانع. هيحصل، وأنا هكلمك وأقول لك بعد كده نعمل إيه. بالسلامة أنت. تمام. صباح الخير. مش هتفطر يا مروان؟ ده انا ميت من الجوع. وانا عامله لك فطير بيدي هتاكل صوابعك العشره وراه. الله عليكي. لا قول لي المحامي كان هنا بيعمل ايه؟ كنت بقول له يدي زينب فلوسها. فلوسها؟ فلوسها دي؟ ورثها. ورثها؟ لو انت ناوي تدي كل واحد حقه ولا ايه؟ حق؟ حق ايه؟ مش بتقول هتدي زينب فلوسها؟ يبقى ورثها من ابوها؟ يبقى هتعمل كده مع الكل؟ محدش ليه حق عندي. انت ناس ان ابويا الله يرحمه كتب كل حاجه باسمي قبل ما يموت. وزينب بره الليله دي عاد؟ زينب مرتي يا عمتي، يعني اللي هتاخده هيرجع لي. يعني يعتبر ما خدتش حاجه. هنقعد نتكلمه ونسيب الفطير يبرد؟ لا نروح ناكل الفطير قبل ما يبرد. ريحي نفسك يا ست كريمة، مش هرد عليك. تعالى يا كبير اتفضل. هو مين اللي مش هيرد عليا؟ طب هي فوزية. بدري. الله، وانا هكلم بدري ليه؟ عشان البيعة. بيعة ايه دي؟ انا اللي اشتريت، وانا اللي هاخد البضاعة، وانا اللي هبيع. بتستعجل انت يا كبير على طول. أنا ما أقدرش أعمل أي حاجة من ورا ظهرك. أنا كنت هقول لك طبعًا
انا عارف ان انت كنت هتقولي لي على كل حاجه. ست كريمه، بعد ما تخلصي وكل انا عاوزك في المكتب. اعتبرني كلت. تعالي ورايا. انت ما فطرتش يا مروان؟ بعدين يا عمتي. هو انت عملتي ايه؟ اوعي تكوني زعلتيه، لحسن مروان اليومين دول بيجي صعب على الاخر. كل بيدي يا فوزيه. يا ترى بيعت ايه دي؟ أؤمر يا كبير. اقعدي. ايه اللي حصل تاني من ورا ظهري؟ يوه كتير قوي بيحصل. كفايه العامله السودة اللي امك عملتها وراحت اتجوزت محرم بيه. هي دي العامله الكبيره. كل حاجه بتحصل صغيره قد كده. شيل جبريه من دماغك وخلينا في اللي انت عملتيه انت وبناتك. أنا وبناتي عملنا إيه؟ أنا أقول لك أنا عملت إيه؟ أنا لقيت حضرتك منفض لنا ومكبر دماغك واخد كل اللي في جيبك واللي في إيدك رميه في حجر فوزية عمتك، وكل ده عشان نشبط في بعض وناكل في بعض. مش كل ده هدفك يا مروان بيه؟ أوعى تفتكر إن أنا ست غبية وما بفهمش، لأ، أنا وزن بلد بحالها. بلد إيه؟ أنا وزن بلاد. ست كريمة بلاش لف ودوران، مبروم على مبروم. ما تكملش يا كبير. لف ودوران إيه؟ أنا مش بتاعت لف ودوران، أنا ست دغري. بص بقى، أما لقيتك مش فاضي ودماغك مش معانا هنا، كان لازم حد يقف لمحرم ويعرفه ان الشغل مش بتاعه لوحده، وانا كان لازم افهم الشغل ده ماشي ازاي وبيدور ازاي. طلع كل الشغل ده شمال لمؤاخذه. انت عايزه تقولي ان انت اللي عملتيه علشان ايه؟ عشاني، عشانك، عشان اي حد. المهم مفيش اي حاجه تخرج من ايدينا. بدري ورجالته يبقوا بين ايديك وتحت رجليك. سيبك بقى من كل ده وقول لي هتعمل ايه مع نعيمه؟ نعيمه؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده. تصدق وانا كمان. من الحمار ده؟ الولد الكبير بتاعكم فين مروان؟ اهلا 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 وسهلا. ازيك يا ريس بدري؟ نعيمه فين يا مروان؟ جاي تسال عليها كده عيني عينك. لمت عزالها ومشت وقالت يا فكيك اصلها ملهاش ملكه. اسمع مني. عملت لها ايه؟ الدار قدامك والبلد كلها قدامك، دور فيها زي ما انت عايز، انا مش ممانع. مروان أنا هتجوزها. وأنا قلت ليه؟ أنا وقفت قصادك؟ جيت قلت لي يا مروان أنا عايز مرت أبوك عشان أتجوزها. عزيتها عنك يا راجل. يا ريس بدري، يا ريس بدري الحقني. دفنوها حية، دفنوها وزمانها ماتت من الخوف والرعب. تعبت؟ بعد جدك عنها. كلامك معايا. حسابي معاك بعدين. لما يا بنت قدامي. لما رجالة. أعلى ما في خيلك اركبوا. شفت؟ هو ده اللي أنا كنت عاملة حسابه. قلت لك عايزاه هو ورجالته يبقوا بين إيديك وتحت رجليك بدل ما يقف في وشك وفي بيتك. طبعاً هتتكرر كتير أكيد. أهلاً أهلاً. طيب بقول لك هكلمك بعدين. ها، باي باي.
يا اهلا وسهلا يا اختي، ليكي وحشه. عامله ايه يا حبيبتي؟ انا قلت اكيد محرم هياخدك تقضي شهر العسل مع بعض. ده انت اللي عسل. الا يا اختي، انت كنت فين كامله لك ده بايته بره البيت يعني؟ وانت مالك؟ اهدي. لا 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 يا ريم، لا ده انا مرت اخوك يا عمتك، يعني يصحش تتكلمي معايا كده؟ طيب يا عمتي، عشان تبقي فاهمه بس، انت زيك زي الكرسي اللي في البيت ده، انت حيالله مرات اخويا، لكن انا صاحبه البيت. اوعي تفتكري ان البيت ده بطوله وعرضه حد يقدر يقولي تلت التلاته كام. انا بس اللي اقول مين اللي يدخل ومين اللي يخرج، انت فاهمه؟ ايه دي؟ انت بنت مش مكسوفه كمانك بايته بره كل كده ولا حدش يعرف عنك حاجه؟ اطلعي يا جبريه نامي في اوضتك، وما تنزليش يا حبيبتي غير لما اقولك، عشان بجد هزعل منك. انت اتجننت يا بنت؟ جينا اما يلخبط كيانك. اسمعي الكلام، احنا هنقول طور دول احلبوه. يلا. وبصي، هي ساعه بالظبط والاكل هيبقى موجود على السفره، عايزه تنزلي تاكلي اهلا وسهلا تشرفي، مش عايزه في 60,000 داهيه. بالراحه على روحك، لك طقت موتي. ما تخافيش، انا لا يمكن اطق. عارفه ليه؟ لو طقيت كل اللي قدامي هيفرقعوا. اتفضلي على اوضتك بسرعه. يلا. انا هطلع اوضتي عشان تعبانه وعايزه انام. انت مجنونه. فور الدم الله يحرقها بجد. ريم كويس انك جيتي. قولي لي ايه اخبارك؟ زفت. جبريه صح؟ غريبه قوي. اوعي يا بنت تسكتي لها. عارفه اللي زي جبريه دي ما ينفعش نسكت لها، دي لازم تاخد على بوزها على طول. ما سكتش، بس بصراحه انا خايفه منها. خايفه من ايه؟ ما تقوليش كده ابدا وانا عايشه. نظراتها صعبه قوي، وطريقتها في الكلام كده تحسي انها مش طبيعيه. عامله ايه انت بس مع حسن؟ ولا حاجه. هعمل ايه يعني؟ يا بنت سيبك منها وما تخافيش، خليكي كويسه مع حسن، ده شغل حماوات وانا عارفاه، وما تقلقيش انا هظبطها لك. المهم انت كنتي فين؟ كنت في اسكندريه. واو، قضيت يومين حلوين قوي 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 قوي. اقول لك كمان على خبر كويس؟ فرحيني. احتمال اتخطب. من غير ما بابا يعرف؟ ايه الغباء ده؟ بقول لك احتمال، هو قال لي بس وانا قلت له طب سيبني افكر وبعدين هيجي يقول لي محرم. تعالي الحمد لله على سلامتك. تعالي الحمد لله على سلامتك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الراحة عليها وحشة من الراحة. تعالي تعالي يا حبيبتي. معلش معلش. تعالي تعالي يا حبيبتي. يا معلش 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 معلش. يا نوري انت تمام؟ تعالي 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 العالي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.